كان جا عندي جوكر من داي التمت، عندي سلاح اسمه جن. السلام عليكم، نتسمى المرة اليوم في فيديو جديد الجزء رقم 56 للعبة سوبر سماش برو اس 4 ريو. المرة اللي فاتت لعبنا بي كورن التنين هذا من فاير امبلم، وتويكا باش نلعبو بشخصية نكرهوها الويتش المشعوذة اللي اختاروها في التصويت، لكن بقية الشخصية التصويت جات في التيمت كيما ريدلي وكينكير وايزابيل حاسيرو. هذه اللي ربحت بايونيتا من بلاتينوم جيمز واللي عم تشارك مع سيجا على الاول بديك ريت نينتندو. بايونيتا بايونيتا ما عرفش نلعب بيها مليح، ما نحبهاش ياسر، مين ما نحبش نلعب بيها بالبي، خاطر نشوف ما في سماش اربعة في التيمت مريقلة عملونا نرف في اربعة طق 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 ويموت، والكلام متاعها بوم ستايل متاع بايونيتا كيما ديفين ماي كراي، يعني بيت ذا موب كنا تضرب كومبوز كل شيء هيك ستايل ما نحبوش ياسر. ما تشرح نزبطني نلعبها الثيران خطرني نحب نلعب جميع السلاسل اللي تجي في العاب نينتندو على الاقل مرة. شوف الكومبو زحا طق طق تعمل كومبو تقدم مش فقط في بقعتها، يعني كومبو تقدم راهو قوي. الموسيقى راهي ضعيفة على خاطر فما ياسر من الخشخشة، ما عرفت كيفاش نحيه، ما عرفتش المشكلة. الحاسوب ولا قديم هوب طفلاك، عندها شقارة الوحيد فيها رينج قويين زحيد كد كاملة تخرج لك. وناس يلعب بيها، ناس يلعب بيها قاعد تخيل ضربني بهاكي ناس نسب نرفز من بايونيتا. درش عملت له بايونيتا باه، حتى نتفكر كيفاش عملوا هاك الفازة. هات نحاول نعملها يزي من الكومبوز عند هذا الجانز، عند الوقت تجم تعمل الويتش تايم. واحدة اثنين ثلاثة ما خدمتش، لازمك تعمل هكا يا حسب تفكر. شوف ساعة كان يتري هاردي تو قاعد يكمبي الخرا يزك على بيكا فاير موت جيتك كي تقعد السخطة فرخ هذا طون غرفسك طون غرفسك وك الساق وب امشي لا نقص جو حالي تومت انا موت. لا تعمليش جراب، كان يعمل لي براك جراب سي خاطر باك اير نتاعو قوي. موت غرفص بعديك اطلع فوق مخدمتش. حالي عملت ويتش تايم هاك عملها لي حكي عملت ويتش تايم تجيب وش نورمال يبدا ويبدا يتحرك بالسيسه بالسيسه بعديك نطر لفوق قدر تعرف وقت شي يجيك. يلا مازال 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 عركة أخرى، نجمو نعمل ويتش تايم على شخص آخر واحد متوقع نجم متوقع أكثر شام يجينيش لوكاس. داك هانت داك هانت نورنا ماشي كيفين كيفاش بالك من فوق ولا ريتها هاك الصحن الطائر هاك 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 طيب شوف فمه قلت لكم ما نعرفش نلعب بيها مايونيتا استعمل كثيرا من ال
وقت وليك برك اقول لك كيفاش كمبي ما تجمش تضربه وبعد ما ضربه اعمل لك جراب بلا يموت بلا يموت اخرى عارف زادك عارف زادك شرجع حملك ايش ايش شد شد شدك اليد شد انا منوريك تحب حاجه اخرى الطيره الطيره تمصطادك بالجانس كان جا عندي جوكر من دار التمت عندي سلاح اسمه جن اوكي ضرب الضحك انا راح اخرج من الباب ما تضحكش ما تضحكش nothing happened nothing happened شيء ما صار قال حتى قعدت في بقعته يستنى فيه حشم مع روحه كيفاش مات بهيك الطريقه الساق اللي ضربتك راح تمشوا مساقها شديدك عم تلو جراب شو سايبك باق ورجعت عليه بقينا الكاونتر متاع الفازة لا ما نجمش نهبطو ما نجم نطلعو نعملو تي باك وات مش المفروض يموت مش المفروض يموت عم تويتش تايم ويتش تايم تحب مرخ ما حابش مرخ حب ضربة يد عادية وربحنا لا دوك هاند لعبنا بيه عملنا فينا نحبو اوكي باش نختارو شخصية اللي ضدنا الآن في العركة الثالثة بينتنا ساحرة هكا عندها جونز باش نعملو حظة ضد بالونتينا ما نحبش نقول علاش فقط هكا ناش زوز نتا جد في التيمت في سماش أربعة زوز ضد بعضهم هلو حبش تقرب لي مازلت لي كان فاز واحد ما عملتهاش هي الويجل ولا لا نش قولوا لا ما نعرف شنو لازم الجراب غرفص حاولت نطلعها لفوق لكن شيء ما حبش تطلع بلاك بالوتين مش خدام في شيء فقط هكا تقرب شوية انا نهز هكا نضرب ملونية نحاول نعملها كومبو تحفون لا الجون بتاعي خلينا عرفت كيفاش تقول فيها وبايونيتا كيف تعمل الفصل اللي تبش شلقتها تتعرق باش يتنحى شوية كيفاش خلاها ساكوراي هكايا نسيت شنو تصطاد الحجر ليا موت حبيت نعملها ويتش تايم
ها ويتش تايم تحفون جات وكا يا جماعة كملنا بايونيتا الأسبوع القادم آخر حلقة للسوبر سماش نلعبوا بها براندوم أفضل شخصية عندي يعني نحب جميع الشخصيات سماش اسمي ماريو